ولكن يصل يصل بالحبكة في دورينا. نشاهد ونتابع الكرة ثابتة. وليد عباس نزلها والجار كملها والأهلي يقص الشريط الأخضر عن طريق إدجار يخوفك من أمانك يا إسماعيل ربيع شوف اللقطة الماضية، شوف وليد عباس لاعبهم السابق، شوف إدجار لاعبهم الحالي. إدجار بيركن هو هداف يسجلها في كل جولة، لكن إدجار كملها في مرمى ربيع. الأهلي يبدأ من الكرات الثابتة، أوقف يانا يرسلها عالية، وليد عباس ينزلها، إدجار يكملها. باكيتا لا يصدق المشهد، ثقيل ما بين الجوارح والفرسان في الديربي رقم 74. كرة بتتحول، جرافيتي نزلها، خيمينيز غير الاتجاه، هيكل يبحث عن السياو في المساحة، هيكل يتقدم الآن، عودة لاعبي الشباب في نص الملعب، الكرة بتصل الآن، السياو خذ له مكان، عرضها جرافيتي. شوف الامير، شوف البرنس، شوف لويس العاشر، شوف الرقم 10. 10 على 10 يا خيمينيز، 10 على 10 يا اهلي في هذا الديربي. هدف ثاني يسجل.